تقدم نائب رئيس المجلس البلدي مشعل الجويسري باقتراح لإطلاق اسم الفنان الكبير الراحل عبد الحسين عبد الرضا على أحد شوارع الكويت، وذلك عرفانا وتكريما للرواد الذين ساهموا ببناء الوطن وتخليدا لذكراهم، ومنهم المرحوم عبد الحسين عبد الرضا. وأضاف الجويسري إن الفنان الراحل يعد من رواد الفن والتمثيل في منطقة الخليج العربي وأحد القلائل الذين تجاوزوا 50 عاما من العمل في مجاله، حيث كان المرحوم رمزا متألقا فنيا وتنويريا وشامخا في عطائه وقيمه ووطنيته وإبداعاته.